عاملين ايه؟ يعني اغلبكم اعتقد داخل ثالثة ثانوي، في بعض منكم داخل اولى وثانية لسه، في بعض الناس كلمتني. الكورس بتاعنا ده هيبقى مناسب ليكم كلكم، بالعكس بتاع اولى وثانية يمكن هيبقى عنده فرصة اكتر ان هو يطبق اللي احنا هنتعلمه في الفترة اللي جاية دي كلها سنين كتيرة، يعني احسن من بتاع ثالثة. بس بتاع تالتة برضو إن شاء الله ده هيفرق معاكم قوي، أغلبكم بنات فهيفرق معاكم قوي يا بنات إن شاء الله في السنة اللي جاية دي وفي النظام الجديد. يعني في حاضر معانا حد أو اتنين من تالتة ثانوي اللي هم كانوا النظام بتاع السنة دي، فيعني لو سألناهم هيقولوا لكم إن النظام الجديد ملخبط وعامل إزاي. فمش هنكتفي إن شاء الله السنة دي بالمناهج، وديني بقولها لكم من قبل السنة ما تبتدي، ما تكتفوش بالمنهج من أول السنة. حاول دايما يبقى عندك يعني مصدر تاني بتذاكر منه حاجة خارج المنهج، سواء قواعد قديمة بتراجعها، كلمات خارج المنهج بتحاول تحفظها. كل الحاجات دي هتفرق معانا قوي في النظام الجديد، هتفرق معانا في الامتحان وهتفرق معانا في اللغة، وده هينفعكم بشكل عام في اللغة. يعني حلو، طريقة لطيفة أنا بقترحها على الناس، ودي فرصة كويسة قوي إن إحنا نبتدي ننفذها من دلوقتي، وهي إن إحنا كل يوم من الأيام، كل يوم في الأسبوع في الفترة من دلوقتي لحد آخر السنة نحفظ 15 كلمات. يعني الرقم اللي أنا بقوله ده رقم مش كبير، رقم ياخد 10 دقايق حفظ أو ربع ساعة حفظ في اليوم. فتخيلي معايا كده وتخيل معايا لو أنت قعدت بس ربع ساعة في اليوم تحفظ شوية كلمات سهلة مش صعبة، يعني بنضيع ربع ساعة في كل حاجة. الفكرة في الكونسيستنسي والاستمرار، إن إحنا نفضل نعمل كده كل يوم. دي بقى كلمة السر، ودي اللي هتفرق معاكم قوي قوي. ليه؟ لأن يعني لو قعدت نحسب، أنا ما حسبتهمش بس لو أقعد أحسب كده، لو قعدت مثلا 100 يوم 200 يوم بتحفظ 10 كلمات كل يوم، يبقى بقى عندك حصيلة من 2000 كلمة، 2000 كلمة جديدة اتعلمتيهم بدون مجهود، وتعلمتهم بدون ما تبذل مجهود وتقعد فترة طويلة تحفظ، وده حوار. فالكمية القليلة على مدار كل يوم هي المهمة قوي، وهي اللي هتفرق معاكم قوي وهتعلي جدا الحصيلة بتاعتك وبتاعتك. وده اسألوا بقى دفعة اللي عدت السنة دي قد ايه فرق معاهم في القطع وفي التراجم، وانا مش عايز اقلب المواجع على الناس. المهم اعملوا كده وحافظوا على الاستمرار في الموضوع ده، بلاش نكسل، بلاش نقول ده لسه بدري احنا في اول السنة انا هقعد احفظ كلمات من دلوقتي. حفظ الكلمات دلوقتي هيسهل جدا اخر السنة المهمة عليكم جدا. يعني احنا لو عندنا حصيلة كلمات كبيرة واشتغلنا بقى بالقواعد وكده بالنظام اللي انا هقول لكم عليه بعد شوية في الفهم، وازاي احل كل القواعد بالفهم بدون معاناة في الحفظ، هتلاقوا الانجليزي ده بقى تافه بقى ميه كده، ما بقيش ابدا الحاجه اللي مسببه لكم مشكله، وانا نفسي كلكم توصلوا للمرحله دي. طيب بما اننا فتحنا موضوع القواعد، نذاكر القواعد ازاي؟ برضو الغلطه اللي احنا ماشيين عليها كلنا من ايام ابتدائي ولحد دلوقتي، واللي مش هتنفع في النظام الجديد، اللي هو حفظ القواعد حفظ، او حفظ الكلمات ونخترق قواعد بالشبه، او لما تلاقي كذا في الجمله تحط كذا، تلاقي كذا في الجمله تحط كذا. في مدرسين كتير او الاغلب بيشتغل بالنظام ده، والطلبه بتحب النظام ده وفاكرين ان ده احلى حاجه واسهل حاجه، وبعدين نفس الطلبه بيكونوا متعقدين من الانجليزي وبيكرهوه، لان دي مش الطريقه الصح. ولو كانت دي طريقه بتجيب وبتخلينا نحل صح في السنين اللي فاتت، مش هتعمل كده السنه دي خالص، ولا كانت عملت كده السنه اللي خلصت دي، ولا في السنين اللي جايه طول ما النظام الجديد ده مستمر. طيب ايه الطريقه العمليه اكتر واللي ما فيش منها مشكله؟ ان انا افهم القاعده كويس فهم، واحفظ حاجه واحده بس في كل قاعده. ايه هي؟ الاستخدامات بتاعتها. كل قاعده بيبقى لها استخدامين، ثلاثه، اربعه، خمسه، تمام؟ استخدامات مش كلمات داله. لو انا اتشطرت وذاكرت الاستخدامات دي، فهمتهم يعني ايه معنى الاستخدام، وحفظت ان كل زمن استخداماته كذا وكذا وكذا، وكل قاعده استخداماتها كذا وكذا وكذا، هاجي ابص على جملتي
اللي انا هبقى فاهمها كويس، لان انا عندي حصيله كلمات محترمه، هفهم الجمله. الجمله دي يقصد بيها عاده في الحاضر. عاده في الحاضر دي من استخدامات المضارع البسيط، انا فاكر. يلا اختار مضارع بسيط. الجمله دي بتعبر عن حاجه حصلت قبل حاجه وهما الاثنين في الماضي. ايه ده استخدامات الماضي التام، انا مذاكره كويس، يبقى انا هنا محتاج ماضي تام، وهكذا. فانا كده فاهم الجمله كويس، عارف الاستخدامات بتاعت كل زمن، هختار صح وما هي مش هيقابلني اي مشكله. خلاص، يبقى انتوا كده خلصتوا من اكتر معضلتين في الامتحان او في اي حاجه في اللغه، اللي هو كلمات وقواعد. فاضل لنا ايه تاني بعد المنهج بتاعنا؟ شويه القواعد القديمه بقى، يعني بتاع سنه اولى وتانيه ما تشيلش هم الموضوع ده، انت لسه هتتعلم كل الحاجات من اول وجديد. لكن بتاع سنه تالته، المنهج الجديد اللي لسه ما نزلش ممكن ما يبقاش شامل كل القواعد، وتبقى محتاج ومحتاجه انك ترجعي لقواعد قديمه وتراجعيها، لان دي تراكميه. يعني المنهج بتاع السنه دي والامتحان بتاع السنه دي جاب لهم اسئله في زمن المستقبل اللي اصلا اتلغى من عليهم، لان هم اخذوه في ثانيه واخذوه في اولى. فالقواعد القديمه والقواعد الاساسيه اللي هي البسيطه اللي الناس بتطنشها، زي الآ والآن والذا، الارتكلز دول، دي حاجات مهمه جدا. مفيش لغه يعني، او خليني في الانجليزي، مفيش امتحان انجليزي ومفيش كلام في اللغه الانجليزيه مش هيعتمد على حاجه من دول، فبالتالي مفيش امتحان هيخلى منه، طبيعي، لانها اللغه مبنيه على الحاجات الصغيره دي. فبعد ما اظبط منهجي وتمام، او يعني مع منهجي وتمام، لازم اشتغل على باقي الحاجات دي، واتاكد ان انا مظبطهم وفاهمهم ومذاكرهم كانهم تبع منهجي. طيب، اللي انا بقوله ده مش مستحيل، اللي انا بقوله ده احنا لسه في شهر 8، في اول 8، فمعانا كل الوقت اللي في الدنيا، وهيكفي جدا ان احنا نعمل ده، بس ننظم وقتنا حلو ونمشي بالطريقه اللي انا قلت عليها دي. نصيحه يعني، سواء انتم مكملين معايا او في اي حته هتذاكروا منها، اي حته ذاكروا بالطريقه دي. والحمد لله الشرح موجود اونلاين عندي وعند غيري، دوروا على اللي بيشرح بالطريقه دي وخليكم تابعوا معاه، وبلاش اللي بيحفظكم حفظ، ارجوكم بس. واستمروا على الوضع ده مع نفسك في الدرس، اي حاجه، المهم هو ده النظام اللي هتمشي بيه، وهو ده اللي انا اضمن لك انك هتضمن الانجليزي، وهتبقى بتحل زيك زي او احسن من المدرس اللي واخدها بالحفظ، لان هو كل السنين والحفظ بتوعه ممكن يغلط فيهم بسبب ان هو حافظ حفظ، انت بقى هتتفوق بالحته دي. ما علينا بقى، مش هنطول اكتر من كده. الكورس بتاعنا هيبقى 4 حصص ان شاء الله، دي الحصه الاولى منهم. في الكورس ده مش هناخد جرامر، هناخد اساسيات الجمله، يعني الحاجات الاساسيه اللي بيتبني عليها تكوين الكلام في اللغه، فدي اكبر حاجه مهمه طبعا. سواء احنا في اولى وثانيه عندنا اسئله الرايتنج بنكتب بايدينا، فدي مهمه جدا بالنسبه لنا، وسواء في سنه ثالثه الاسئله الرايتنج والسكيلز جايه بالنظام الاختياري، فبرضو الموضوع ده هيكون مفيد انك تعرف تختار الاختيار السليم بدون لخبطه. فدي عشان كده لقيتها حاجه مهمه للكل، فعملت الكورس للكل. النهارده مثلا هنبتدي في الاول بالاساسيات، زي ما قلنا تركيب الجمله والحاجات دي البسيطه دي، وبعد كده في الحصه اللي جايه هنكمل وهنتوسع اكتر في السؤال وتكوين السؤال والحاجات دي. طبعا اللي انا اشرحه النهارده، ما تتعبش نفسك وما تتعبيش نفسك وتكتبي ورايا، هيبقى في PDF هبعته لكم موجود، هيبقى فيه كل اللي انا قلته بالظبط بنفس الامثله تقريبا واكتر كمان، تمام؟ فهتذاكروا منه باريحيه بدون مشكله. طيب يلا كده، ممكن اخد اسئله لو حد عايز يسال على حاجه في اللي انا اتكلمت فيه، وبعدها نبتدي شرح على طول. حلو ده. المصدر يا حبيبة هتلاقي في كل الملخصات، أي ملخص تجيبيه هتلاقي في القسم بتاع الترجمة، هتلاقي جايب لك كلمات من أكتر من المنهج أو زيادة عن المنهج، فدي أول مصدر. بعد كده برضو لو ظبطت دول أو خلصت دول، أنا في مذكرة كنت عاملها لكورس اديته في سنة من السنين، برضو مجمع فيه كلمات من كذا كتاب ومن كذا مصدر، فدي ممكن برضو أبقى أبعتها لكم، يعني فكروني. احنا ممكن نعمل جروب مع بعض على تيليجرام ونبعت فيه كل الحاجات دي سوا. بس ما تقعديش بقى اجيب قواميس واذاكر من قواميس، مش محتاجين نوصل لده الا لما نخلص كل الحاجات اللي في كل الكتب دي،
ساعتها اوكي ايه كده انت بقيتي برنس اصلا، ودوري بعد كده اكتر من كده براحتك. السكيلز والقواعد بتاعت السكيلز يا اسراء، احنا هنتعلم اهم الحاجات منهم في الكورس ده، اللي هي زي اساسات الترجمه والحاجات دي، وفي جزء السكيلز وقواعد السكيلز في الكتاب اللي معاكي حسب السنه انت اللي انت فيها ايه، هيعلمك بقى باقي الاجزاء، فبرضه ما تشتغلي منهم طول السنه وتظبطيهم. ولو ظبطناهم بدري، الكلام ده للكل، لو ظبطنا السكيلز بدري هنرتاح في حاجه ان احنا ممكن طول السنه نتدرب عليها واحنا عارفين نحلها بشكل كويس، فده هيبقى حاجه جامده جدا. الناس السنه دي واجهتهم مشكله ان لغايه اخر قبل الامتحانات بشهر شهرين ما كانوش عارفين النظام هيجي ازاي، وتفاجئنا كلنا بنظام السكيلز جه ازاي في الامتحان التجريبي، فذاكروه متاخر. احنا بقى مش عايزين نبقى كده، احنا عارفين النظام من بدري وعايزين نذاكر من بدري عشان نلحق نتدرب عليه بشكل كافي. فهمتوا حاجة؟ بس فيلا بينا بقى دلوقتي نروح على الشرح. انا هطلع من الصورة وهيظهر قدامكم الشرح في سبورة بيضاء، وانا هكتب قدامكم كل شوية، انا هخلص شرح جزئية معينة وهقول للناس اللي عايز تسأل تسأل، وهنسأل بنظام. اي حاجه مش مفهومه هعيدها، اي حاجه انتم محتاجينها انا معاكم، وهتشوفوا الكلام بكل وضوح. اتفقنا؟ طيب احنا كده اعتقد كل الناس شايفه تمام وسامعيني. هنبتدي ازاي وهنعمل ايه؟ احنا هنتعلم مع بعض الترجمه واساسيات الترجمه، تمام؟ الموضوع ده هيبقى مفيد لاولى وثانيه اللي عندهم ترجمه كتابه، ومفيد لثالثه اللي عندهم الترجمه اختياري، يمكن مفيد اكتر. فكل الناس تركز في اللي احنا هنقوله ده. الترجمة عشان نترجم صح محتاجين نمشي على بعض الخطوات. ايه هي؟ أول خطوة وأهم خطوة، أهم خطوة في كل سؤال من أسئلة الإنجليزي وأنا اتكلمت عنه من شوية، هو فهم معنى الجملة. لازم رقم واحد قبل ما تترجم تفهم الجملة بتقول إيه. ما تترجمليش كل كلمة تحتها. أقول لك ليه دلوقتي ما تترجمليش كل كلمة تحتها. بصوا المثال ده مثلاً. لما أقول يرى بعض الناس أن الإنترنت مفيد، ماشي؟ دي جملة. وأقول جملة تاني، يرى الطالب المدرس مثلا من خلال الكمبيوتر. أنا عندي هنا نفس الفعل لو حد واخد باله، اللي هو يرى، مش كده؟ نفس الفعل ونفس الزمن بتاعه ونفس كل حاجة. طيب الترجمة هنا، يرى بعض الناس أن الإنترنت، هل كده الناس شايفة الإنترنت مفيد، شايفاه بعينيهم؟ ولا هنا يقصد معنى تاني للجملة؟ هنا يقصد معنى تاني للجملة، وأحسن طريقة تعرف تفهم بيها معنى الجملة إنك حاول تترجمها للعربي العامي بتاعنا اللي إحنا بنتكلمه، مش بالعربي الفصحى. هنا لو انت عايز تقول الجملة دي هي بالعامية، هتقول يعني الناس شايفة كذا، او الناس بتعتقد كذا، يعني ده رأيهم، مش كده؟ مش ده معنى الجملة؟ مش هو ده اللي يقصده؟ اذا جملة زي دي هترجم فيها يرى كفعل think وليس see، لانها هي هتدي المعنى الاصح ان انا عايز اوصله من الجملة. أما الجملة التانية دي هتاخد فعل سي، لأن أنا كده شفت المدرس بعيني، رأيته بعيني، فده معنى الفعل ير. أديكم مثال تاني برضو، لما أقول يتوقف النجاح على العمل الجاد، ولما أقول يتوقف السائق لكي يشتري البنزين مثلا او الوقود، انا عندي نفس الفعل اهو، يتوقف، مش كده؟ طيب يا ترى في الجملة الاولى هيترجم ايه وفي الجملة الثانية هيترجم ايه؟ يتوقف معناها ستوب بالانجليزي، ينفع في الجملة الاولى استعمل فعل ستوب؟ ما ينفعش، لان انت كده معناها ان النجاح هيقف، هيبطل، هيبقى مش موجود، ده انت كده قلبت المعنى.
لكن يتوقف النجاح على العمل الجاد دي. أنا عايز أقول إن النجاح بيعتمد على العمل الجاد، صح؟ يعني معنى كده لو في عمل جاد هيبقى في نجاح، معتمدين على بعض. فده معنى الجملة دي. يبقى يتوقف هنا هيترجم فعل اسمه depend on، مش فعل يستوب ده خالص. في الجملة التانية بقى، السائق كان بيسوق، يعني كان بيعمل حاجة وتوقف عن عمل الحاجة دي علشان يشتري أو علشان يعمل أي موضوع تاني. فهنا يتوقف دي اللي هي ستوب، ده المعنى بتاعها. ممكن أديكم مثال ثالث بقى بنفس الكلمة وتدي معنى مختلف خالص. لما أقول وقف الطلاب لتحية المعلم، أنا عندي إيه كده؟ أنا عندي وقف معناها إن الطالب كان قاعد ووقف، دي ولا ستوب تنفع ولا ديبند اون تنفع، دي فعل ستاند يقف، ستاند زي ستاند اب هي دي. يبقى اترجم وقف كفعل ستاند. فهمتوا اللي انا عايز اوصله لكم؟ ان معنى الجمله اللي انت فهمته هو اللي هنترجمه، مش الكلمه المكتوبه وانت شايفها. الترجمه فليكسبل، انا عايز اوصل للمعنى بتاعي باي طريقه، خصوصا الناس اللي هتكتب الترجمه بايديها. لو انت اديتني تركيبه سليم ومعنى الجمله سليم، خلاص اخر حاجه تفكر فيها انك تكتب كل كلمه تحتها او معناها او الجو ده، عشان ده مش مفيد على الاطلاق. اتفقنا؟ طيب لو مفيش اسئله ندخل على الملحوظه رقم 2 والحاجه المهمه التانيه اللي احنا هنعملها في الترجمه. ايه هي؟ ان احنا نراعي تركيبه الجمله. تركيبة الجملة، والنهاردة بنتكلم عن الجملة الخبرية مش السؤال. تركيبة الجملة في الإنجليزي مميزة، يعني ثابتة ومميزة. هي إيه؟ أولاً بتبتدي بفاعل اللي هو subject، وبعدها بتجيب فعل اللي هو verb بيكون تابع للفاعل ده، وبعدها بتكمل جملتك زي ما أنت عايز. يبقى أنا عندي ركنين أساسيين للجملة، فاعل وفعل. مفيش جملة من بالانجلش ما ينفعش يكون فيها او ما يبقاش فيها فاعل وفعل. خلاص، جملة خبرية لازم يكونوا كده، على عكس العربي. يا اولاد احنا في العربي ممكن نقول جمل كتير قوي ما فيهاش فعل مثلا، عادي نقول القراءة مفيدة مثلا، نقول مثلا للقراءة فوائد كثيرة مثلا، نقول كده. حتى البناء بتاعها في العربي فليكسيبل مرن، ممكن ابتدي بفعل وممكن ابتدي باسم وممكن ابتدي بحرف جر وممكن اعمل اللي انا عايزه. في الانجليزي لا، لازم الجمله اللي انت شايفها بالعربي بادئه باي حاجه تشوف مين الفاعل فيها وتبتدي بيه، وبعدها فين الفاعل اللي بيعمله هذا الفاعل وتحطه. كده انت بتكون جمله الانجليش بشكل مظبوط. طيب تعال ناخد مثال علشان نفهم اللي انا بقوله ده. جملة زي دي كده مثلا، لما أقول للقراءة دور مهم في حياة الناس، جملة زي دي عشان أترجمها لإنجليش أترجمها إزاي؟ في وجهة نظركم أنا ممكن أسمع آراء حد. لو قلت منة ممدوح، ممكن تفتح المايك منة وترجمي لي الجملة دي؟ ممكن reading is important. Reading is important. طيب كده انت خليتيها القراءة مهمة. تعرفي تقولي لي للقراءة دور مهم؟ تعرفي تتصرفي فيها دي؟ احنا عندنا فاعل وانت قلت reading، الفعل يا ترى يكون ايه يا منى؟ has. برافو برافو، جبتيه منين has ده؟ فهمي انا فلا فهمي زمايلك. عشان اللي هو للقراءة. ايوه برافو. بص يا اولاد اللي هي مش عارفه تفهمه لكم، انها قالت القراءه ليها اللام دي ليها دور، فدورت بالعربي يعني ايه ليها، يعني لديها، ولديها ده بالانجلش معناه ايه؟ معناه has او have. يبقى reading has an important role in people's lives مثلا. برافو عليك يا منى، شكرا جدا. شفتوا الفرق؟ الجملة بالعربي بادئة بحرف جر، لكن الجملة بالإنجليش لازم تبتدي بفاعل وبعدين فعل عشان تدي المعنى بتاعها. تعالوا أديكم مثال تاني وبرضه حد فيكم يحلها لي. لما أقول مثلا ما زلنا
نعاني من مشكلة، وخليني أقول التلوث عشان تبقى كلمة سهلة على الناس. مين يحب يقول؟ يلا يا حبيبة. هنقول we still suffering from the pollution. برافو عليك، أشكرك جدا. بصوا حبيبة قالت لي إيه؟ قالت لي we still suffer from. إيه اللي هي عملته دلوقتي؟ ما زلنا، دي ده ظرف بالإنجليش، ده ظرف، بس إحنا ما ينفعش نبتدي بالظرف في بداية الجملة، إحنا قلنا نبتدي بفاعل، فراحت دورت فين الفاعل؟ نحن، لأن إحنا اللي هنعاني، صح؟ فقالت لي نحن يعني وي. وبعدين الفعل فين اللي هو فعل يعاني ده؟ ده اللي ما يعرفوش، ده فعل بالإنجليش اسمه suffer. suffer from كذا معناها يعاني من. جميل. طب still دي حطتها لي هنا ليه؟ زي بعد هناخد بعد شوية مع بعض هنا، الظرف بيتحط قبل الفعل، فهنا we still suffer معناها نحن ما زلنا نعاني. تمام؟ ادي تركيبة الجملة اللي انا ملونها بالاصفر، فاعل وبعدين فعل وبعدين باقي الجملة. برافو عليك يا حبيبة، شكرا. ادي الجملة اهي، حب تقولي we are ايه؟ هي مش تنفع we are still؟ we are still ايه؟ كملي. we are still، لا مش عارف، ما هي هتبقى سافر برضو. سافر برضو. طب ده زمن ايه ده؟ المضارع؟ لو قلنا we are still suffer مضارع ايه؟ لا الحاجات دي اصلا بتلخبط فيها بالعربي، مش عارف. لا على مهلك، الأزمنة عندنا مضارع بسيط ومضارع مستمر، أو present simple و present continuous، ده أنهي واحد فيه؟ ماشي، ده مستمر. مستمر. طب تركيبة المستمر عشان استل تركيبته إيه المضارع المستمر؟ مش verb to be وبعدها فعل في ing؟ صح. يبقى لو عايزين نحط R لازم نزود ing بعد suffer، مش كده؟ بالظبط، دي صح ودي صح. لو قلنا يا جماعة we still suffer from مضارع بسيط، we are still suffering from مضارع مستمر، والاثنين يأدوا نفس المعنى هنا وما فيش أي مشكلة. برافو عليكم جدا. طيب حد عايز يسأل تاني في الجملتين دول أو عايز يعلق على حاجة ولا نكمل؟ طيب الغلطة هنا اللي المفروض تاخدوا بالكم إن أنتم ما تعملوهاش، يعني أنتم برافو عليكم بتجاوبوا صح، بس اللي منكم ما كانش هيجاوب كده ياخد باله ان انا ما ينفعش اترجم كل كلمه تحتها، يعني انا ما ينفعش اقول still suffer from كذا 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 كذا، لانك لما تخلص كتابه هتلاقي نفسك ما حطيتش فاعل، وفي جمله تانية هتلاقي نفسك ما حطيتش فاعل، وهكذا. فالترجمه الحرفي او الترجمه بتاعه كل كلمه تحت كلمتها دي حاجه مش دقيقه، وبلاش نعملها علشان ما نقعش في الخطا. طيب يا جماعه تعالوا نشوف ملحوظة اللي بعد كده، هنلاقي في المذكرة وده هيبقى واجب للناس اللي مكملة معانا إن شاء الله، بعض الجمل نقط الجمل دي هنحلها طول ما احنا ماشيين في المذكرة، هنلاقي أسئلة نحلها، وفي نهاية المذكرة خالص بعض الأسئلة مجمعة، دول هيثبتوا معاكم الفكرة اللي انتوا ذكرتوها في الملحوظة يعني. طيب الملحوظة التالتة والحاجة التالتة المهمة جدا هي الفعل. احنا قلنا لازم في فاعل ولازم في فعل، مش كده؟ الفعل في الانجليزي بقى هناخد له ثلاث شروط، ايه هما؟ اول شرط ان الفعل ده يكون صحيح من حيث الزمن، يعني الزمن بتاع الفعل اللي انا هحطه يكون مظبوط. زميلتكم من شويه لما قالت هنحط ار بوظت تركيبه الزمن، فساعتها الفعل ما كانش صحيح كزمن، عشان تتفادى الموضوع ده صلحت الزمن وعملته مستمر او شالت ار، كده حافظنا على تركيبة الزمن وإن هو ماشي مع معنى. طيب إيه تاني؟ إيه الحاجة التانية الغير الزمن؟ طبعا هناخد أمثلة دلوقتي. الحاجة التانية هي البناء، يعني مبني للمجهول ولا مبني للمعلوم، دي حاجة مهمة قوي وهنفهم ليه دلوقتي. آخر حاجة في موضوع الفعل والحاجات المهمة فيه أو إن هو ممكن يبقى تابع أو يجي عامل إزاي، إن هو يكون صحيح من حيث العدد، يعني لو الفعل بتاعي مفرد يكون الفعل مفرد، جمع يبقى جمع، وهكذا. طيب تعالوا نشوف ليه موضوع الزمن ده ممكن يسبب لخبطة، لأن يعني ممكن تحس إن الموضوع سهل. هديكم مثالين شبه بعض. لما أقول لا تستطيع أختي أن تفتح الباب لأنها تذاكر دروسها،
ومثال تاني أقول تذاكر أختي دروسها بعد العودة من المدرسة. ها أهي نفس تذاكر ونفس أختي ونفس كل حاجة، بس الأزمنة هنا مش هتبقى زي بعض. مين شاطر يقول لي الجملة الأولى الزمن المناسب بتاعها إيه والجملة التانية الزمن المناسب بتاعها إيه؟ أيوة يا سارة، زمن مضارع مستمر. في الأولى عايزة الزمن المضارع المستمر، طب في التانية يا سارة؟ أنا لسه بفكر فيها، بس هأفطر يعني حدثين ورا بعض. أنا إيه؟ ممكن أقول الأولى ترجمة، عايز أقول احنا عايز ولا الزمن، انت قلتي في الاولى عايزاها مضارع مستمر، اوكي طب الثانيه مضارع ايه؟ مضارع مستمر، برضو الثانيه؟ مضارع بسيط. فاطمه ثانية، بتتكلم اهي، ماشي طب ليه مضارع بسيط يا فاطمه؟ شكرا يا ساره جدا. ليه يا فاطمه؟ علشان ديت عادة. برافو عليك يا فاطمه، جميله، برافو عليك، شكرا. الكلام اللي اتقال ده صح يا جماعه، ركزوا معايا. في الجمله الاولى بقول لا تستطيع اختي ان تفتح الباب because ايه بقى؟ she is studying her lesson. ليه بقى؟ دلوقتي حالا هي بتذاكر، دلوقتي حالا عشان كده مش قادره تفتح الباب. ما دام انا قلت دلوقتي حالا يبقى ده مضارع مستمر ولا ايه؟ صح؟ مش انت مستمر فيه دلوقتي وانت مستمر فيه دلوقتي؟ طب في الجملة الثانية ليه ما عملهاش مضارع مستمر على سبيل المثال؟ لأن أنا مش مستمر في الموضوع ده دلوقتي، ولا البنت مستمرة في المذاكرة دلوقتي. أنا هنا بتكلم عن العادة بتاعت البنت دي، إيه عادتها؟ إنها كل يوم لما بترجع من المدرسة بتذاكر. العادة في الحاضر دي من استخدامات زمن المضارع البسيط. يبقى هنا هقول my sister studies اللي هي تذاكر في المضارع، وحطيت لها الاس بتاعت المفرد studies her lessons after school، وكده عادة في الحاضر. فهمتوا حاجة؟ طيب قبل ما اخد الحتة بتاعت البناء تعالوا افهمكم الحتة بتاعت العدد. لما كان عندي my sister دي كانت مفرد مش كده، فرحت حطيت لها studies اللي هي i e s، دي فعل study مع المفرد مش كده ولا ايه؟ طيب لو انا عندي they دول جمع يبقى هحط لهم study بدون اضافه الاس، لان ده في المضارع ما بنضيفش اس مع اسماء الجمع، وهكذا. لما اقول my sister اقول is في ك verb to be، لكن لما اقول they اقول are. يبقى هو ده اللي انا بتكلم فيه، في ناحيه العدد لازم الفعل يتبع الفاعل في العدد، لازم يكون فاعل مفرد يبقى فعل مفرد، فاعل جمع يكون فعل جمع، وهكذا. حلو جدا. في حاجة برضو لما أقول مثال زي ده مثال اختياري، لما أقول كده the color of her eyes not green. يا بسمة جابر دي هتاخد إس ولا تاخد آر؟ تاخد إز. ليه يا بسمة؟ هو فين الفاعل؟ مش هير. هير ده ضمير مفعول، فين الفاعل؟ فين الاسم اللي هو كان الفاعل اللي بقول عليه يكون؟ نعم، تبقى خلاص. ار طب ليه برضه فين الفاعل؟ ما فيش فعل، بس الكلر اللي دي الوان فجمع. طيب يعني انت بتختاري ار عشان لا كلر، انا كاتب كلر واحد مش كاتب جمع. بصي بصي يا بسمة، مش احنا اتفقنا فاعل وبعدين فعل دول الاساسيين بتوعي؟ انا الفاعل في الجملة دي اسمه ذا كلر، صح؟ ذا كلر ده اللون الواحد. هل انت عينيكي عندك كل عين لون ولا عينيكي اتنين لون واحد؟ لون واحد، يبقى ذا كلر از جرين، خلصت. انا جايب الجمله دي عشان الناس ممكن تتلخبط في حته هير ايز. لا انا ما بتكلمش عن هير ايز، انا بتكلم على اللون بتاع عينيها، يبقى الفاعل بتاعي هو ذا كلر مش هير ايز. وصلت؟ طيب مثال شبهها بقى المفروض يبقى سهل. لو أقول نعم. مثلا six coins of rice not available، وهختار برضو ما بين ال is وما بين ال هتبقى اور. are. ليه؟ فين الفاعل؟
6 coins. 6 كوينز، برافو عليكي، شكرا جدا. بصوا هنا يا ولاد، الفعل بتاعي هو 6 انواع، مش الفعل بتاع الرز، هو 6 انواع من الرز، ف6 انواع هي الفاعل، وبالتالي هي الاختيار بتاعي. في حاجه مش واضحه لغايه دلوقتي، احنا قلنا ان الفعل يتبع الفاعل في العدد، والفعل لازم يكون سليم من حيث الزمن. في حد عنده مشكله في الكلام دلوقتي لغايه دلوقتي ولا تمام اكمل؟ حد عايز يسأل؟ ماشي. في حاجة احنا فوتناها في النص بقى، اللي هي البناء. البناء يعني مبني للمعلوم ومبني للمجهول. اللي منكم عارف الفرق ما بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول هيلاقي الموضوع، هيفهم الموضوع معايا بسهولة. المبني للمعلوم يعني انا بقول فلان عمل حاجة، خلصت، فلان هو الفاعل اللي عمل الحاجة. في المبني للمجهول بجيب المفعول به واتكلم عنه واقول ان المفعول به ده اتعمل له حاجة، لكن مين اللي عملها له ما بقولش. ساعتها الجملة هتبقى مبنية للمجهول. بصوا المثال ده بالعربي وفكروا هنترجمه مع بعض ازاي. لما اقول تتأثر السياحة بالأحداث الجارية، عايز منك ومنك كل اللي تعمله انك تقول لي مين الفاعل ومين الفعل وهكتبهم ازاي. من رفع ايدك من بدري، تعرفي تجاوبي دي؟ تمام. تتأثر السياحة بالأحداث الجارية، الفاعل السياحة. طيب هبتدي بالسياحة، tourism. والفعل تتأثر؟ لا، حاسة إن أنا مش عارفة أعملها. طيب بصي، أهو في فعل اسمه affect، ده معناه يؤثر، تعرفي تستخدميه؟ هي ممكن tourism affects ولا طيب أنا هسألك سؤال سهل يا منى دلوقتي، هي تمام. السياحة اللي بتأثر على الأحداث الجارية ولا الأحداث الجارية بتأثر على السياحة؟ لا، الأحداث الجارية بتتأثر، هي الأحداث يعني ثانية. لا، مش السياحة اللي بتأثر. حلو. طب افكت ده فعل معناه يؤثر، يؤثر على، ينفع استعمله هنا عادي ولا هيبقى مبني للمجهول؟ لا، هيبقى مبني المجهول. طيب تعرفي تبني المجهول؟ تمام. ازاي؟ توريزم؟ ثانية، احنا ممكن نقول ثواني. انا اسفة، خلاص. طيب قولي، مش عارفة البناء للمجهول مش فاكراه، ابنيها انا. لو انا عايز ابني المجهول الجملة دي هقول توريزم از افكتد باي كرنت ايفنتس، اللي هي الاحداث الجارية. ماشي؟ tourism is affected by، تتأثر به. في البناء المجهول هتتعلموه كلكم في المناهج بتاعتكم، كلكم هتاخدوه، بنحتاج verb to be الأول وبعدين التصريف الثالث من الفعل بتاعي، هو ده تركيبة المبني للمجهول في أي زمن يعني. فهنا لو أنا هبتدي بالسياحة هبنيها للمجهول، لأن هي اللي بتتأثر بالموضوع مش هي اللي بتأثر على الموضوع. طيب جوي، جوي أنسي، تعرفي بقى تعملي لي نفس الجملة بطريقة تاني؟ نفس الجملة دي. ممكن نبدأ بالأحداث. أيوة، نبدأ بالأحداث ونعملها إزاي؟ أهي current events. الأحداث هي اللي تؤثر على السياحة، فممكن ده affected في المضارع أو يبقى affect. affect توريزم، affect بس كده، أو tourist. السياحة. أشكرك. إيه اللي إحنا عملناه هنا يا بنات يا جماعة؟ current events هي اللي بتأثر على، وده اللي وصلنا له من شوية مع منا، هي مين اللي فاعل ال current events. يبقى لو أنت عايزة تترجمي الجملة دي أو أنت عايز تترجم الجملة دي من غير ما تبني للمجهول، ابدأ بال current events. ادت نفس المعنى؟ اه ادت طبعا نفس المعنى، لان انا بقول الاحداث الجاريه تؤثر على، اللي هو فعل افكت ده، السياحه tourism. فهمتوا المقصود من فكره الجمله مبنيه للمعلوم ولا مبنيه للمجهول؟ هي اللعبه في هنا، في المعنى افهم المعنى واشوف مين الفاعل ابتدي بيه، لو انا بديت بالمفعول يبقى انا هبني كلامي للمجهول. اديكم مثال تاني تفكروا فيه اغلس شويه. لما اقول أصيب أخي في ذراعه أمس،
واضطر إلى الذهاب للمستشفى. في عندنا في الجملة دي فعلين ويعني حدثين يعني، فأنا عايز أشوف مين فيهم مبني للمعلوم وفين فيهم مبني للمجهول، وهترجم كل واحدة منهم إزاي. يا نار الدين، موضوع الأزمنة ده اتقالي عليه شوية، يعني بعد ما نمشي شوية في الكلام بتاعنا نبقى نشوف موضوع الأزمنة دي، بس مش الحصة دي، ما تقلقيش من حاجة يعني. أيوة موجودة. طيب إيه رأيك يا حنين في الجملة دي؟ تعرفي أصيب أخي في ذراعه دي نترجمها إزاي؟ my brother، أنا مش عارفة أصيب يعني إيه، مش فاكرة. طيب في فعل مثلا اسمه hurt معناها يصيب أو يعور، وفي فعل اسمه injure، injure معناها يصاب برضه. طب أنا هسألك سؤال سهل يا حنين، أصيب أخي بالعربي دي مبنية للمعلومة ولا مبنية للمجهول؟ للمعلوم. ليه؟ لأن أخويا هو اللي عمل الفعل؟ ايوه طب هو الفعل ايوه أصيب هو أخويا هو اللي راح أصاب نفسه، ولا في حاجة أصابته في دراعه؟ لا في حاجة. يبقى ساعتها مش مبني للمعلوم، صح ولا إيه؟ ايوه طيب لو هي مبنية للمجهول والأفعال دي عاملة زي أصيب بالعربي بالظبط، يبقى أنت محتاجة تبني الجملة لإيه؟ أبنيها المعلوم. لا للمجهول، ما احنا قلنا انها مجهول. تمام. يبقى my brother علشان استعمل hurt مثلا اقول was hurt، جبت منين was؟ دي بتاعت المبني للمجهول، او was injured يعني حاجة اصابته، حاجة سببت له الاصابة او الالم. طيب شكرا يا حنين جدا، ميرسي. الجملة التانية بقى، واضطر الى الذهاب للمستشفى. الاضطر دي مبنية للمجهول برضه في العربي، لأن في حاجة اضطرته إن هو يعمل كذا. في الإنجليزي بقى فعل اضطر ده بالذات بيبقى مع مبني للمعلوم. ليه؟ لأن هو معناه have to في المضارع و had to في الماضي. لما أجي أقول حد مضطر إنه يعمل حاجة، بستعمل الأفعال دي من غير بناء للمجهول. يعني الجزء الثاني من الجملة هقول and he had to go to the hospital، هو بنفسه اللي اضطر أن يذهب، وعشان الفعل بتاع يضطر أن ده في الإنجليزي مبني للمعلوم، فحطيناه had to من غير أي بناء للمجهول. فهمتوا حاجة؟ hurted his arm كده من المعلوم. بصوا في إجابة كتبتها حبيبة حلوة في الشات. يا حبيبة، اللي انت كاتباه ده صح، واللي انت كاتباه ده مبني للمعلوم، بس ده استثناء فقط في الطريقة اللي انت كاتباها دي. يعني ايه؟ هو قالت my brother hurted his arm او broke his arm، لو كسر ايده، بتيجي او بتستخدم الصيغة دي بمعنى ان ايده اتصابت او دراعه اتصاب، مش معناها ان هو اللي عمل كده فيها. يعني ده دي حاجه عندنا في اللغه الانجليزيه بس، هي مبنيه للمعلوم وصحيحه، والمعنى المقصود منها ان مش هو عور نفسه، لا، ان دراعه اتصاب. بس انا ما كنتش عايز ادخل في المعنى ده او في الفعل ده دلوقتي، وكنت عايز استعمل الفعل اللي هو الاكثر شيوعا علشان لما تيجي امثله اكتر الناس تفتكرها وتفهمها. هنا ما دام في حاجه صابت دراعه، فانا خليني ابنيها للمجهول احسن من ان انا اعملها كده، وهقول was hurt in the arm او in his arm، كان مصاب في دراعه. خلاص، هو احنا مش ممكن نقول الاول احنا اضطرينا نذهب للمستشفى بسبب ان اخي اتعور في ذراعه، عادي ممكن تمشي جدا، الجملة دي؟ ممكن تعملي كده. كل اللي هتغيريه بدل ما تحطي and هتقولي because وتغيري بس، ده كل because لكن التركيبة والأفعال دي هتفضل كل حاجة زي ما هي. ماشي. طيب يا جماعة، احنا كده لو محدش عنده أسئلة يبقى احنا خلصنا أهم 3 نقط أو الأساسيين اللي هم بتوع تركيبة الجملة، اللي هو مفيش جملة مش هنطبق عليها الكلام ده. ندخل بعد كده في حاجة تاني اللي هي الصفة. الصفة في الإنجليش بتعمل إيه أو هي عبارة عن إيه وبتتحط فين أو بتستخدم إزاي. نتعلم حاجة، أهم حاجة في موضوع الصفة إن الصفة بتصف اسم،
ونبروز الموضوع ده كويس، لان انا لو ما عنديش اسم بوصفه يبقى انا مش هستعمل صفه، هستعمل حاجات تاني. خلاص، الصفه بتصف اسم. هديكم مثالين على الصفات ونعرف نطلع منهم المكان اللي بتيجي فيه الصفه. لما اقول she is nice، ولما اقول she is a nice girl، او خلينا اغير she is واقول I met a nice girl. مثال اخير، he seems smart. انا عندي الصفات هنا اللي هي nice ونايس وسمارت. التلات جمل دول الصفة جاية فيهم في تلات أماكن مختلفة. لو أنا عرفت التلات أماكن دول أو التلات جمل دول كده أنا عرفت كل الصفة، الأماكن اللي بتيجي فيها الصفة. إيه هما؟ أول حاجة بتيجي بعد verb to be، تمام؟ يبقى أنا أستعمل verb to be وأجيب بعده صفة، هو يكون كذا، هي تكون كذا. المكان الثاني بعد الأفعال اللي هي بمعنى يبدو، زي فعل seem، زي فعل look يبدو، زي فعل sound معنى يبدو برضو، زي فعل مثلا become اللي هي يصبح. كل دول بيجي بعدهم الصفة، فاهمين حاجة؟ هو يبدو ذكي، هو يبدو ذكي، وهكذا. طيب آخر مكان بقى، وده المكان اللي فيه كلام كتير، إن الصفة بتيجي قبل الاسم. الاسم اللي هو الموصوف بتاعنا هو كلمة girl، الصفة بتيجي قبله nice girl. فهمتوا حاجة؟ مش الصفة بتيجي بعده. يعني احنا في العربي بنقول بنت لطيفة، مش كده؟ يعني الصفة اللي هي لطيفة جت بعد كلمة بنت. لا، الانجليش على العكس بقى، بتيجي قبل الاسم، الصفة بتيجي قبل الاسم. طيب يبقى دول الثلاث أماكن. دلوقتي علشان احنا لما ندخل دلوقتي في الحال والظرف وهنلاقي الاماكن كترت وهنتلخبط، عايز اتفق معاكم ان انتم ما تحفظوهمش حفظ، احفظوا الجمل دي بس. يعني دي جملة سهلة، ممكن اقول I am happy، كده انا عملت ايه؟ I الفعل و am اللي هو verb to be والصفة، ادي جملة خلصت حفظتها، هحل عليها بسهولة ان انا عرفت ان الصفة بتيجي بعد verb to be، او She is a nice girl بعد verb to be، أو I met a nice girl اللي أنا كاتبها دي، النايس جاية قبل كلمة girl. فأنا احفظ مثال وأنت احفظي مثال واحد هيعرفك مكان الصفة، بدل ما تقعدي بقى تدشي دش كده. الصفة بتيجي في ثلاث أماكن، بعد verb to be وقبل الاسم وبعد فعل معرفش إيه. بدل ما تعملي كده احفظيهم كأمثلة، هتلاقي الموضوع أسهل جداً، وده هيفيدنا اكتر لما نقعد ندخل في حاجات تاني بتيجي في اماكن تاني مختلفة. وصباح اللخبطة. طيب في صفات قبل ما نخلص موضوع الصفة، زي alive واسليب واويك. ايه المميز في الصفات دي؟ اولا كلهم اللي هم بيبتدوا بحرف الا، وهم اصلا كانوا كلمات تانية زي او افعال تانية وحطينا لهم الا فتحولوا الى صفه. الصفات دي المميز فيهم ان هم بيجوا في مكان او مكانين بس من اللي احنا قلناهم، وما بيجيش في المكان الثالث. ازاي؟ بيجوا بعد verb to be. يعني ممكن اقول he is alive على قيد الحياه، وبيجوا بعد الافعال اللي هي بمعنى يبدو، يعني she sounds اللي هي تبدو asleep باين عليها نايمة، فاهمين حاجة؟ طيب إيه الحالة اللي ما بتجيش فيها؟ الحالة اللي في النص دي، اللي هي صفة وبعدها موصوف. الصفات دي اللي بتبتدي بحرف الآ دي ما يصحش أبداً أجيب ألزق فيها موصوف. ما ينفعش تقول asleep man، ولا awake girl، ولا alive person، ما ينفعش. لازم دول يجوا بعد، او يجوا بعد الافعال دي ويجوا في النهايه، ما تجيبش بعدهم موصوف. طيب لو انا عايز استعمل حاجه منهم وبعدها موصوف، يعني انا جاياني الجمله اختياري كده واقول مثلا I saw not a not man، وقبل في الاختيارات مثلا عايز حاجه بمعنى alive،
تخيلوا ايه الحاجة اللي ممكن تبقى في الاختيارات مع اللايف عشان ينفع اختارها في الوضع ده. انا عندي هنا الموصوف بتاعي موجود، فانا ما ينفعش استعمل اللايف هنا. ممكن استعمل مكانها صفة زي living. living معناها عايش او على قيد الحياة، تنفع. طيب asleep ممكن استعمل مكانها sleeping، وهكذا. ماشي، دول ينفع يجي بعدهم موصوف عادي، لكن asleep و awake و alive وغيره اللي بيبتدي بحرف الاء ده ما يجيش بعده موصوف في نفس الجملة. حتة كمان شبه الحتة دي، دول اللي هم بيبتدوا بحرف الاء ما بيلخبطوش، دول سهلين. في زيهم او صفات او صفتين تاني ما بيبتدوش بحرف الاء بس بيعملوا نفس القاعدة دي، اللي هم ال يعني مريض و will يعني بصحة جيدة. الاتنين دول تتعاملوا معاهم زي alive وزي asleep وزي awake، وما تجيبش بعدهم موصوف عشان غلط. تتعامل معاهم زي كده بالظبط. وعايز تبدل ال مثلا، بدلها بسك، سك بيجي بعدها موصوف مثلا. فهمتوا حاجة؟ دي كل حاجة في الصفات. حد عايزني أعيد حاجة أو حد عايز يسأل على حاجة؟ آخر حتة اللي هي بتاعت أيل وأس ويل. بتاعت ال وال. ماشي، احنا قلنا ان الصفات اللي بتبتدي بآ زي اسليب دي ما ينفعش يجي بعدها موصوف، خلاص المكان ده ما ينفعش، خلاص دي صفات سهلة واولها آ فبميزها بسهولة. في صفتين تاني ممكن يلخبطوا، هي صفة ال بمعنى مريض وصفة ويل بمعنى بصحة جيدة. الصفتين دول بياخدوا نفس القاعدة بتاعت أسليب وألايف وأويك. إيه هي؟ إن ما بيجيش بعدهم موصوف، يعني ما ينفعش أقول an ill person ولا a will person، ما ينفعش. عايز تستعمل حاجة بمعنى مريض، غير الصفة بتاعت ill وخليها مثلا sick وهكذا. عايز تغير كلمة will اللي هي بصحة جيدة، خليها مثلا healthy، ما هو healthy معناها بصحة جيدة. فنتلاعب على الفكرة ان احنا نبدل الكلمة بكلمة تاني ينفع يجي بعدها مفعول موصوف. تمام كده؟ ها، اي حد تاني عايز يسأل على حاجة تاني؟ ماشي، يلا يا حلوين نكمل. احنا اخدنا الصفة، اللي عليه الدور دلوقتي هو الظرف او الحال. الظرف والحال في اللغة الانجليزية بيوصف، فاكرين الصفة كانت توصف إيه؟ كانت توصف أسماء. الظرف بيوصف فعل وبيوصف صفة وبيوصف ظرف زيه أو حال زيه. يعني إيه؟ يعني أنا بستعمل الظرف لما أكون بحب أقول الفعل ده بيحصل إزاي، يعني بوصف الفعل، أو لما أحب أوصف صفة، وهديكم مثال عليها دلوقتي، أو حتى لما أحب أوصف ظرف تاني زيه، يعني أحط اتنين ظرف ورا بعض وهما الاتنين بيوصفوا بعض. طيب تعال ناخد مثال على كل حاجة، ومن المثال برضو نطلع المكان اللي بيكون موجود فيه كل حاجة أو ما بيبقى موجود فيه الظرف عشان نحفظه بشكل سهل. طيب قبل ما ناخد أمثلة، عايز أقسم الظروف معاكم لأنواع عشان نسهلها شوية. أول حاجة عندي ظروف دالة على الطريقة. يعني إيه الطريقة؟ يعني الحاجة دي بتحصل إزاي؟ زي ما احنا لسه قايلين ان بيوصف الفعل، فالظروف اللي داله على الطريقه دي غالبا بتوصف الفعل، لان انا بعمل حاجه بطريقه معينه. اغلب الظروف، وهي اللي هنتكلم عنها دلوقتي، اللي هي بتنتهي بالال واي. الظروف غالبا بتنتهي بال واي. في طبعا حاجات شاذة عن كده، بس انا هتكلم دلوقتي عن اللي بينتهوا بال واي دول. خدوا مثالين. لما اقول هي cross أو crosses the street carefully. بصوا بقى، cross اللي هو الفعل بتاعي، و carefully هو ده الظرف أو الحال بتاعي، مش كده؟ طيب قبل ما نفحص الجملة، تعال ناخد مثال تاني على بنفس المعنى. لما أقول كده he carefully crosses the street، طيب في حاجة تاني، في جمل أو في وضع تاني بيجي كده؟ لا، تعالوا نشوف. احنا عايزين نشوف carefully جت فين عشان نحفظها.
كيرفولي في الجملة الأولى جت في نهاية الجملة خالص، وفي الجملة التانية جت قبل الفعل. هما دول الأماكن اللي بتيجي فيهم الظروف الدالة على الطريقة، يعني بعمل الحاجة بشكل فلاني، carefully, slowly, quickly، كل دي حاجات دالة على الطريقة. تمام؟ بتيجي فين؟ في نهاية الجملة بعد ما تخلص كلامك أو جملتك خالص، يعني حتى لو عندك فعل ومفعول حط المفعول وبعدين حط الحاء اللي بيوصف الفعل، أو هاته قبل الفعل، يعني he carefully cross أو he carefully crosses. فهمتوا حاجة؟ دول المكانين اللي بتيجي فيهم الظرف اللي دال على الطريقة. طيب استنى، قبل ما نغير، انت قلت بتتكلم عن اللي بالال واي، في حاجات اللي مش بال واي. اللي مش بال واي بتيجي قبل الفعل؟ لا، بتيجي في نهاية الجملة فقط. يعني الحاجات اللي مش بتنتهي بال واي زي مثلا صفة اللي هي hard معناها بجد او باجتهاد، زي صفة اللي هي fast سوري حال بمعناها بسرعة، غير quickly fast. الأحوال دي اللي ما بتنتهيش بـ ly دي ما مش هتنطبق عليهم غير القاعدة الأولى اللي هي بتيجي في نهاية الجملة، أما اللي بتيجي قبل الفعل ما ينفعش. زي إيه طيب؟ المثال السهل أوي اللي أنتوا هتبقوا حافظينه، he studies hard، مش كده؟ ينفع أقول he hard study؟ لا ما ينفعش. يبقى احفظ المثال ده واحفظ المثال ده بس، هتعرفي ان الحاجات او الاحوال اللي هي مش بال واي ما بتجيش غير في النهايه فقط. خلصت؟ طيب لو عندي، طيب يا مستر، الفعل بتاعي من جزئين، يعني مثلا فعل مساعد وفعل اساسي في الجمله، زي مثلا he had eaten مثلا the cake مثلا، وعايز انا هنا الفعل ياكل ده، عايز احط له حال اوصف الفعل مثلا quickly يعني بسرعه، ممكن تخليها في اخر الجمله، صح؟ he had eaten the cake quickly، مظبوط. وممكن طيب يا مستر احطها قبل الفعل؟ ممكن، بس خد بالك انك هتحطها ما بين المساعد وما بين الاساسي في الحته دي، he had quickly eaten. يبقى لما يكون عندي فعل واحد زي كروس كده خلاص الموضوع خلص. لو عندي الفعل مكون من جزئين، من مساعد وبعدين اساسي، حطه بعد المساعد وقبل الاساسي. تمام كده؟ دي كل حاجه تخص الظروف الداله على الطريقه، اللي هي بعمل الحاجه ازاي. حد في عنده مشكله فيها، يحب ان انا اعيد فيها حاجه تانية ولا حلوه؟ طيب نعيدهم، نفتكر مع بعض 3 أماكن أو 3 حاجات قلناهم، لا إما في نهاية الجملة، لا إما قبل الفعل الأساسي، لا إما ما بين المساعد وقبل الأساسي. تمام كده؟ والحاجات اللي ما بتنتهيش بـ إل واي دي بتيجي في نهاية الجملة بس ومريحة دماغك. طيب ده أول نوع من الظروف. الظروف التانية اسمها إيه؟ التانية دي كانت دالة على الطريقة، التانية دالة على الكمية أو التكرار. خلينا ناخد الظروف الدالة على التكرار. إيه هي الظروف الدالة على التكرار؟ من اسمها كده، زي usually، زي always، زي often، sometimes، كل دي حاجات بتعبر عن تكرار الحاجة، مش كده؟ طيب برضو عشان نحفظ أماكنها ناخدها في مثال. لما أقول مثلا she is usually late، ولما أقول مثلا he always comes first، مثالين بس أهو. إيه المثال؟ فخلينا في التاني الأول. رقم 2 بقول he always come، ال come دي ده الفعل يأتي، وحطيت always فين؟ حطيتها قبلها، يبقى زيها زي الظروف اللي فاتت بتيجي قبل الفعل، ماشي. طب المثال الثاني she is usually late، حطيتها ما بين is وما بين late، يبقى بتيجي بعد verb to be، واخدين بالكم؟ طيب مثال كمان اللي هو بالمضارع التام، مثلا لما اقول I have always مثلا، او I have never، ما هو برضه من حاجات بتاعت التكرار،
I have never met her. عمري ما قابلتها. جت فين؟ جت ما بين المساعد والأساسي. يبقى الأماكن هي هي الأماكن بتاعت الظروف اللي قبلها بالظبط، ما عدا ما بتجيش في نهاية الجملة. ما ينفعش أحط الظروف الدالة على التكرار بتاعت usually always وكده في نهاية الجملة، لكن يجوا قبل الفعل الأساسي ويجوا ما بين المساعد والأساسي. خلاص وصلت؟ دي الظروف الدالة على التكرار، وسهلين جدا، هم خلصوا كده خلاص، ما فيهمش حاجة تاني. هحفظهم إزاي؟ هحفظهم بالأمثلة عشان الأماكن كترت وبتلخبط. مثال مثال على كل واحد، الموضوع بقى سهل جدا. طيب نوع كمان من الظروف اللي هو الظروف الدالة على الزمان، زي ظروف الزمان والمكان عندنا في العربي، يبقى ظرف الزمان. زي إيه بالإنجليش؟ زي yesterday، زي tomorrow، زي حاجات كتير تاني، now، last week، أيا كان. دي اسمها ظروف زمان. دي يا عم سهلة جدا 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 ومريحة دماغها جدا، لا إما بتيجي في أول الجملة لا إما بتيجي في آخر الجملة بس، ما بتلعبش بقى في النص، ولا الفاعل ولا قبل الفاعل، وما ولا ما بين المساعد ولا ما أعرفش إيه. عايز تقول امبارح أنا قابلت عمي مثلا، هتقول yesterday comma I met my uncle. خلص. أو هتقول I met my uncle yesterday. ده المثالين اللي أنا عايزك وعايزك تحفظيهم وخلاص، ما تفكريش في بداية وآخر الجملة. لما تحفظي المثالين دول أو تعرفيهم هتطلعي المكان بكل سهولة منهم. طيب الظرف اللي بعد كده أخوهم بقى ظرف المكان، صح؟ ظرف المكان قال لك يا عم أنا هبقى أسهل من الزمان. إزاي؟ أنا هاجي في آخر الجملة بس، ومش هوجع دماغكم، أنا هحط نفسي في الآخر وخلاص. زي إيه ظرف الزمان والمكان؟ زي here اللي هو هنا، وthere اللي هو هناك مثلا. ممكن أديكم مثال سهل وأقول I play football here. أنا بلعب كورة هنا بس، خلص. أدي المثال السهل أهو، here اللي هي معناها هنا، وأدي ظرف المكان بيجي في نهاية الجملة. خلاص؟ فاضل آخر نوع من أنواع الظروف ونوقف، اللي هو الظروف الدالة على الدرجة. يعني إيه درجة؟ فاكرين من شوية قلت لكم أنا الظرف بيوصف صفة وبيوصف ظرف. هنا بقى جه الكلام اللي أنا بقوله ده، هديكم مثالين هتفهموا قصدي. لما أقول she is beautiful، مش beautiful دي صفة؟ صح؟ معناها جميل كده، أنا حطيت جملة فيها صفة. طيب لما أقول she is very beautiful عملت إيه أنا؟ حطيت very. very دي معناها بالعربي جدا، صح؟ يبقى دي بتدل على الدرجة، درجة الجمال أو درجة الصفة الفلانية، صح؟ عشان كده بتنفع توصف صفة، فاهمين حاجة؟ طيب أديكم مثال تاني. فاكرين من شوية لما قلنا he crosses the road quickly، فاكرين؟ وقلنا وقلت لكم quickly دي ساعتها انها ظرف دال على الايه؟ على الطريقه. ممكن اقول very quickly، مش كده؟ كده انا عملت ايه؟ وصفت الظرف. يبقى انا ممكن اوصف الظرف بظرف، وممكن اوصف الصفه بظرف، وهي دي الظروف الداله على الدرجه. بتيجي فين؟ بتيجي قبل الصفة أو قبل الظرف اللي زيها وخلاص، ده المكان الوحيد قبلها مباشرة. أمثلتها إيه الظروف دي؟ every اللي احنا كتبناها، وفي extremely، وفي quite اللي هو إلى حد ما، اللي هي TE، وفي اللي هو مثلا rather برضو معناها إلى حد ما، وحاجات زي كده. فهمتوا؟ دي الظروف الدالة على الدرجة. وكان أنا كده قلت حاجات كتير قوي، فأنا أوقف وأشوف الناس لسه معايا ولا نامت. تعالوا أجيب لكم جملة من الجمل بتاعت الواجب، دينا هنحلها سوا، هتروح من على وشكم في الواجب، بس عايز إيه أشوف الناس مصحصحة قد إيه. لما أقول يقصد بالتحضر
هي كلمات صعبة شوية بس هنتعلمها مع بعض. امتلاك ثقافة أصيلة، بس مش هكمل باقي الجملة، هسيب باقي الجملة في الواجب عادي. يقصد بالتحضر امتلاك ثقافة أصيلة. تعالوا نختار إحنا ناس تجاوب بقى. إيه رأيك في الجملة دي يا فاطمة؟ نحاول نترجمها إزاي؟ وأنا في كذا كلمة مش عارفة معناها. تعالي اسأليني وأنا أقول لك المعاني وأنت عليك التركيب. طيب تمام. يقصد انت كده هتخلينا ترجم الجملة كلها. طيب يقصد، مش يقصد، يقصد معناها مين، اللي هي معناها يعني، هي دي التحضر civilization. أصيلة original. يلا حاضر يا جوي، لما فاطمة تاخد تقول رأيها هسمعك على طول. تعالي أسهلها لك يا فاطمة، فين الفاعل؟ هو أنا مش فاهمة الجملة قوي، بس أعتقد الفاعل ثقافة أصيلة. طب تعالي تعالي قبل ما كده تعالي نفهم الجملة عشان دي أهم حاجة. تمام. بالعربي كده يقصد بالتحضر امتلاك ثقافة، بالعامية كده معناها إيه؟ معناها إن أنا لما أقول تحضر أنا أقصد إن أنا يكون عندي ثقافة أصيلة، صح؟ ده معنى الكلام؟ طيب هنا كده من اللي أنا قلته ده مين نبتدي بيه؟ مين يبقى فاعل؟ تحضر. طيب هنبتدي، ماشي أنا همشي معاك. civilization ماله؟ تفكري شوية طيب وأسأل حد تاني؟ having ولا لا شايف؟ اللي هي امتلاك يعني having. ما ينفعش أقول means؟ طب تعالي نشوف means. ايوه having صح كده. أيوة. كملي بقى الحته اللي جايه. أن ايوه أن ثقافة ثقافه. أصيلة بقى. ثقافه اصيله ترجميها ازاي؟ عايزه كلمه ثقافه معناها ايه؟ culture. تمام. يبقى original culture. برافو كده، original الأول عشان دي صفة وبعدين culture. تعالي يا فاطمة قبل ما نمشي نشوف المعنى بتاع الجملة اللي أنت كتبتيها صح ولا لأ. civilization تعني having an original culture. أحييكي، أنت كده اديتيني المعنى بالظبط، هو هو، من غير ما تعملي البناء للمجهول. كلام جميل جدا جدا، كلنا مركزين يا جماعة، المعنى وصلتهولي صح. ممكن نفس المعنى اعرف اجيبه بطريقه تانية، فانا اسمع جوي. ايه رايك يا جوي؟ هو انا كنت عايز اقول ان يقصد دي معناها ذا سينك او ذا زينك اعتقد. يعتقد. طيب ماشي، حتى لو، بس مش مهم عندي الفعل قوي، انا عايزك بقى تشوف الترتيب، تعرفي تركبيها لنا ازاي دي. أنا ممكن أقول أنا أعتقد إن تحضير بتحضيري امتلاك مش عارفة التحضر امتلاك، بتحضر امتلاك يعني عايز الثقافة الأصيلة. تيجي تقوليها لي انجليزي. طيب عايزه تقولي اي I think اي أو زمين اي ثينك. ايوه تحضير تقريبا تحضر اللي هو civilization. تحضر civilization civilization having an طب استني بس original. استني بس استني استني أنا بعك استني. لا لا بحاول لا، انت مش بتعك، انت نسيتي حاجه بس. I think انا أو. اعتقد صح. هتيجي تقولي لي جمله كامله بعدها. تمام. التحضر هو امتلاك ثقافه اصيله، انت قلتي civilization وعايزه تخشي امتلاك على طول. طب فين الفعل بتاع الجمله دي؟ ار طب civilization مفرد يبقى is is having an original. برافو، an original culture. حلو، هي الفكرة اللي هي جابتها حلوة بس فيها غلطة صغيرة واحدة، إن مش هقول I think لأن أنا ما بتكلمش عن نفسي هنا. لما بنتكلم يا جوي ونقول ده بيقولوا كذا، أو لما بيقولوا كده يبقى يقصدوا كذا، يبقى أنا بتكلم عن مين؟ عني أنا ولا عن كل الناس؟ هنا بتكلم عن كل الناس، يعني يقصد هنا ممكن أخليها people think. كده صح. People think that civilization is having an original culture. صح. ماشي. فاضل حبيبة، إيه رأيك يا حبيبة في الكلام ده؟
أنا كنت هقول اللي هي التانية civilization is having an original culture. طب وكنت هتعملي ايه بيقصد دي؟ كنت هتحليها ازاي؟ أو ممكن نقول civilization is meant to have an original culture. لا 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 civilization is meant to have، لا is meant to have دي لا ده عكس. المفروض انها تمتلك كده. انت دخلتينا في معنى تاني خالص، لا 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 مش جاي في بالك يقصد دي بطريقة معينة تاني. لو في حد عنده فكرة يرفع ايده يا جماعة كده ويقول. احنا ممكن نقول يعني بواسطة الناس أو بتاع. ما احنا خلاص بدينا people، لكن انت عايزة تقوليها ايه؟ civilization is having an original culture ايه مثلا؟ باي ذا بيبل. بس انت ما حطيتيش الفعل اللي by the people، ما حطيتيش فعل يقصد او يقصد، فاهم؟ تمام. طيب ماشي. اعتقد كده يا ولادي وبنات دول الصورتين الوحيدتين اللي ممكن نترجم بيهم دول، مع ان العلم ان برضو لو فكرنا اكتر ممكن نطلع بحاجة تانية، بس انا هكتفي بدول دلوقتي. ايه اللي عملناه هنا؟ قلنا مرة بنينا المعلوم وقلنا culture means وخلاص، او civilization means، ومرة عملناها الناس تعتقد كذا كذا كذا. ثواني في حاجة هي having original culture is civilization. بصي هي is civilization دي مش دقيقة، لكن ممكن أقول having an original culture حلوة، يعني هو فكرة جميلة برضه، برافو عليكي. بصوا يا أولاد ممكن نترجمها كده having an original culture ماله is considered civilization. بصوا عملت ايه انا هنا، ايه is considered دي؟ is considered دي اللي هي بالظبط يعتبر او يقصد به، يعتبر هو الحضارة. يبقى having an original culture is considered civilization، يعتبر اهي، ادت نفس المعنى برضه احسن من is civilization يكون هو الحضارة، لا يعتبر التحضر او يعتبر الحضارة احلى. حلو جدا، انتوا شاطرين جدا، برافو عليكم، ويعني بشرتوني بالدفعات اللي جاية الحمد لله. تعالوا ناخد بعد كده جزء تاني صغير وخلاص، اللي هو ملحوظة واحدة تاني يعني وكفاية عشان الناس تعبت. الملحوظة بتاعتنا بتتكلم عن حاجة اسمها المفعول المطلق، وده انتوا خدتوه في العربي، المفعول المطلق. زي ايه؟ اديكم مثال كده، ثواني. لما اقول يتطور التعليم تطورا كبيرا، صح كده؟ ادي المثال اهو. كلمة تطورا دي اللي هي بالعربي بنعربها مفعول مطلق. المفعول المطلق ده في الإنجليزي ما بنترجمهوش عشان أريحكم، ما يصحش أقول education develops developing great أو great developing أو great development، لا، كلمة تطورا دي ما نضيفهاش خلاص. لو أنت هتتكلم عندك كذا طريقة أو عندك كذا طريقة تترجمي بيها الجملة دي بدون استخدام مفعول مطلق اللي هو تطورا. طيب زي إيه؟ ممكن أترجم دي وأقول education develops اللي هو يتطور greatly. معناه إيه greatly؟ لسه واخدينها من الأحوال، من الظروف والأحوال، بشكل كبير، ظرف دال على الدرجة، بشكل كبير أو سوري أو على الطريقة. المهم develops greatly، خلاص يبقى أنا فهمت وإداني نفس المعنى بتاع يتطور التعليم تطورا كبيرا. ايه اللي انا عملته هنا؟ حطيت ظرف او حال وخلاص بعد الفعل، سهل. ممكن اعملها بشكل تاني، ممكن اقول مثلا the development of education التطور بتاع التعليم ماله is great. ايه ده ايه ده ايه اللي انت عملته دلوقتي؟ بصي وبص، انا اللي عملته ان انا جبت التطور التعليم ده تطورا كبيرا، عملتها اسم، قلت التطور بتاع التعليم of education ماله يكون وصفة، ماشي. احنا هنا التطور ده بقى اسم يا ولاد، صح؟ اسم،
واتكلمنا من شوية وقلنا اللي بيوصف الاسم مين؟ اللي بيوصف الاسم هو الصفة ولا إيه؟ يبقى education أو the development of education يكون great. هذه يعني برضو طريقة ترجمت بيها المفعول المطلق من غير ما أكتبه. طيب إيه تاني؟ في إيه طريقة تاني ممكن أستعملها؟ ممكن يعني أضيف فعل من عندي. إزاي؟ لما أقول مثلا كده يتطور التعليم تطورا كبيرا، ممكن أقول مثلا education witness اللي هي يشهد، witness وطبعا هنضيف بعدها الـ es بتاعت المفرد، education witnesses a great development. إيه ده؟ إيه اللي أنت عملته ده برضه؟ أنا هنا عايز أقول تطور كبير، رحت حطيت فعل وقلت التعليم يشهد أو يعاصر يعني تطور كبير. الله، عملتها اسم برضو وحطيت لها صفة قبل الاسم أهو، وديت نفس المعنى إن التعليم حاصل فيه تطور كبير. فين نفس المعنى اللي أنت بتقوله؟ ما هو أنت مترجمها كحرفيًا بترجمة مختلفة. هقول لك، مش أنا اتكلمنا من شوية قلنا المعنى بالعامية في ودنك وفي دماغك يدي نفس المعنى اللي انت كاتباه، يبقى انت صح. المعنى كان بيقول ان التعليم اتطور جامد، واحنا طلعنا نفس المعنى ده بكذا جملة، لكن المفعول المطلق كمفعول مطلق او بطريقته نفسها ما بيترجمش هو هو. development تنفع تستبدل بريفوليوشن. ريفوليوشن معناها ثورة، ثورة يعني حاجة انتفضت وحاجة اتغيرت. هنا أنا عايز تطور، يبقى development أفضل يعني. بس يا ولاد، دي كل حاجة في المفعول المطلق، ودي كل حاجة أنا هتكلم فيها النهاردة. كفاية، اللي عايز يسألني على حاجة وعايزني أعيد حاجة يقول لي.